بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تقبل الله أعمالكم وضاعف أجركم إن شاء الله. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في حق القرآن وآل البيت عليهم السلام، وهو معروف لديكم: وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله عز وجل وعترتي. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي. وإن اللطيف الخبير أخبرني بهما أنهما لن يفترقا حتى يرضى علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. أعزائي، كما هو معتاد لديكم بأن طريق الدعاء التوسل كانت كالمعتاد، أحببنا هذه الليلة وأن تدعو لنا بالتوفيق أن نضيف إضافة بسيطة على دعاء التوسل، لعل وعسى أن ينال رضاكم ونتوفق إن شاء الله للدعاء. صلوا على محمد وآل محمد. نشر المصاحف وضعوه بين أيديكم، جزاكم الله ألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى جميعا أن تجعلنا من عتقائك من النار، أن تجعلنا من عتقائك، أن تجعلنا من عتقائك من النار، أن تجعلني من عتقائك من النار. اللهم بحق محمد وآل محمد. ادعوا يا أخواني لأحبابكم ولا تنسونهم من الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك النصر والفرج. اللهم اشف كل مريض وعلى الخصوص المنظورين منهم، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وخلصهم من بلائك. اللهم اقض حوائجنا وحوائج اخواننا المؤمنين. اللهم فك كل اسير، رد كل غريب، فرج عن كل مكروب. وضعوا المصحف على رؤوسكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. عشرا بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله. بك يا الله. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها
اشفع لنا عشرا بمحمد 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 علي بس بالنجف عند مزار علي حتى بكعبة الله تشوفه اللي يحب يزوره ويبوس الجدار وعلي حتى اللي ما يحبه بعلي هي بنت من هي زوج من هي أم من من ذا يداني في الفخار أبا بفاطمة 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 يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عشر مرات بالحسن 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 حسن بالحسن بالحسن وحق راسك المقطوع يا الشمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزية يا أبا عبد الله بالحسين 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 حسين بالحسين 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 بعلي ابن الحسين بعلي 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 ابن الحسين بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد 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 ابن علي بجعفر ابن محمد بجعفر
بجعفر ابن محمد، بجعفر ابن محمد. بجعفر ابن محمد، بموسى ابن جعفر، بموسى ابن جعفر، بموسى. بموسى ابن جعفر، بعلي ابن موسى، بعلي ابن موسى، بعلي. بعلي ابن موسى، بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي. بمحمد ابن علي، بعلي ابن محمد، بمحلي ابن محمد، بعلي. بعلي ابن محمد، بالحسن ابن علي، بالحسن ابن علي، بالحسن ابن علي، بالحسن ابن علي، بالحسن، بالحسن ابن علي. ابن الحسن، بالحجة ابن الحسن، بالحجة ابن الحسن، بالحجة، بالحجة، بالحجة ابن الحسن. يا صاحب الأمر، صرف الدهر أعيانا، والصبر قد عيل، فاسمع بث شكوانا، واطلب من الله جبار السماء فرجا تكن به يا إمام العصر سلطانا لتملك.
تملأ الأرض قسطاً بعدما ملئت ظلماً وتملأها عدلاً وإحساناً. قواعد الدين يا ابن المصطفى هدمت، فانهض وشيد لدين الله بنيانا. اللهم كل لوليك حجة صلواتك آبا في هذه الساعة في كل وليا وحافظا. ودليلا عينا أرضك وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين. اطلبوا حوائجكم ولا تنسون إخوانكم وأخواتكم من الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك النصر والفرج والعافية. اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، وبحق مولانا صاحب العصر والزمن، عجل له تعالى له الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من عوانه وأنصاره. اللهم بحقهم يا الله يا الله، فرج عنا وعن جميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف كل مريض وعلى الخصوص المنظورين منهم. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. اللهم فك كل أسير، رد كل غريب، ارجع كل مسافر وكل غريب إلى أهله سالما غانما. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء نقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.